اهلا بكم من جديد. بعد ما استعرضنا اهم المنشطات في الصحافه بقراءه تحليليه لهذه الاخبار وغيرها مع الاستاذ جمال العليمي نائب رئيس تحرير جريده المساء. صباح الخير استاذ جمال. صباح الخير استاذ عمرو. اهلا وسهلا مشرفنا استاذ جمال. بنتكلم من جريده الاهرام، السيسي بيخضع للفحص الطبي وصباحي بينتظر 6500 اقرار تأييد المرشحين في اليوم الثاني واقبال كبير على تسجيل اقرارات لتأييد المرشحين. ده خبرنا الاول من متن وصفحه جريده الاهرام الاولى. شايفه ازاي استاذ جمال؟ قراءتك ليه ان نشوف صوره المشير عبد الفتاح السيسي، او دلوقتي خلاص يعني اصبح المواطن عبد الفتاح السيسي بيخضع للاقرار الطبي او الكشف الطبي في المجالس الطبيه المتخصصه طبقا للقرار من وزاره الصحه؟ طبعا المشير عبد الفتاح السيسي رجل جيش ورجل ملتزم، هو اول واحد راح قدم نفسه للكشف الطبي عشان ما يتقالش ان هو يعني ما راحش وكده، وكان هو اول الملتزمين، وهذا رساله لكل العالم ولكل المصريين ان العمليه الانتخابيه عمليه نزيهه ما فيهاش كيل بمكيالين، والامور قدامكم واضحه. والكلام اللي بيطلع بقى كل شويه وكل يعني الراجل مش عارف يعمل ايه، يعني بيعدوا عليه النفس، يعني يركب دراجه يقولوا ما اعرفش ايه ده، دراجه ب 40,000 جنيه. نعم يقول لك الدراجه ب 40,000 جنيه. ما بقى الاشاعات والشائعات والكلام ده، فبيعدوا عليه النفس، يعني يعمل اي عمل يقعدوا يعلقوا عليه. طبعا الحملات المضاده والاخوان والناس دول، فالراجل بيصبر وصبر، يعني سيصبر حتى يعجز الصبر، لانه صابر على شيء امر من الصبر. يعني زي ما احنا يعني تسالك لو بتدور على قطه سوداء جوه اوضه ضلمه مش هتشوف حاجه، هو معاك كشاف وشايف كل حاجه وشايف الاخطار اللي على مصر ايه. اما لعب العيال اللي الناس التانية بيلعبوه ده احنا كاشفينه، والاجهزة المؤسسات الحكومية كاشفاه، والمشير السيسي عارف يا مصر رايحة على فين، واخطرها هي رايحة على فين، على اي خطر. فاحنا يعني حتى انا برضك انا ليا رأي في موضوع الحياد الاعلامي والكلام ده. ده كان سؤالي لحضرتك. التعامل حقيقة يعني بصفة حتى الجرايد وتلفزيونيا شايفه ازاي يا استاذ جمال؟ يعني شايف في حياد ولا هل في مبالغات واضحه جدا ان احنا ننشر الصور ويبقى منشط رئيسي في كل الجرايد ان المشير السيسي بيتقدم للكشف وبيخضع للكشف الطبي وصور موجوده وهو بيكشف؟ هل ده بنسميه شو اعلامي، ولا هل هيحصل ده مع كل المرشحين، ولا انت شايفه ازاي؟ والله انت شوف التلفزيون المصري جايب اسم حمدان صباحي رباعي على البار بتاع بهدلنا في التقرير اللي اتعمل، يعني التقرير اللي انت عملتوه عن تاريخ حمدان صباحي كان ممتاز. يعني انا مش شايف. وبعدين خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اديني فرصه بس اتكلم في الجزئيه دي. ان 90% من الشعب المصري بيحبوا عبد الفتاح السيسي لدرجه التقديس، ماشي؟ 10% بيكرهوه لدرجه الشيطنه. خلينا واقعيين، عبد الفتاح السيسي بس عفوا في المقاطعه استاذ جمال، لكن المشهد يحتمل اكثر من هذا، يعني والموضوع مش مقسم بهذا الشكل، وده هيبان طبعا في التصويت زي ما بنقول دايما، لكن بنتكلم في ما قبل الاستحقاق ذاته، يعني فكره الحياد والتي يعني في انه بيطالب بها الجميع ووقوف المؤسسات من الجميع على مسافه واحده، وده يتم التاكيد عليها قولا من جميع المسؤولين. كان سؤالنا فكره الحياد وفكره التعبير عن الحب والدعايه والتصويت في نهاية المطاف ليتحول المواطن المحب لشخص أو آخر إلى ناخب في الصندوق، ده طبعا شيء مفروغ منه، ولكن دور الإعلام في سواء الصحافة المكتوبة أو في التلفزيون أو الراديو، إيه الدور هيكون منوط بيهم دلوقتي، خاصة أنه يعني الحياد شيء مطلوب، يعني التعبير عن الرأي أوكي، ولكن بنتكلم من شكل مهني. أنت عايز رأيي؟ أنا هقول رأيي يعني. طبعا ما رأي حضرتك. أنا مش مع الحياد، معلش هتزعلوا مني وممكن بعض المشاهدين، ما انا استكشاف الاراء بس. طب انا هقول وجهه نظري. اتفضل. اولا احنا واقفين على حافه الجبل وهنقع. مصر فتره احنا في مفترق طرق، يعني مش عارفين هنمشي هنا صح ولا هنا صح ولا هنا صح، ولا مش عارفين الطريق الصح فين. احنا بنحارب الارهاب، احنا في حرب.
احنا مش في امريكا عشان نقول حياد، احنا مش في اوروبا عشان نقول حياد، عندهم رفاهية المعيشة. احنا انا واحد قريبي كان رجله اتكسر بقاله شهرين مش عارف يعمل عمليه، مفيش اي مستشفى قبلاه الا ما يدفع 20,000 الاول. لسه عندنا حاله معلش يعني. اللي في فرنسا اديني فرصه يا مي معلش يعني انا ساكته يعني احنا في اوروبا وامريكا اقل مواطن بيتعالج في نفس المستشفى اللي بيتعالج فيها رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء، ونفس العلاج ونفس الاطباء. احنا هنا مفيش الكلام ده، احنا داخلين في منحدر خطر. صحيح، ما نقصده انه من سيقوم بهذا البرنامج الانتخابي للمرشح السيسي او صباحي او من سينضم له. انا احيي طبعا اي مرشح مع الفريق مع المشير السيسي، بس المرشح ده يا دوبك ممكن يدور للمطور بس ما يعرفش يسوق العربيه. نراهن بقى على وعي الشعب المصري وبرامج الانتخابيه للمرشحين. الشعب المصري واعي جدا وعارف هو هيعمل ايه. صحيح، ما تقلقيش خالص منه. انا مش قلقان عشان كده نسيبه هو هيقرر. انا مش مع الحياد تماما. احنا في حرب، احنا في مفترق طرق. الابيض ابيض، الاسود اسود. احنا مش هنجرب تاني، احنا مش هنجيب حد نجربه تاني. لا بس ما نستحملش. احنا بس عايزين نقف على الحياد يا استاذ جمال، يعني اللي عايز يدلب صوته يتوجه يدلب صوته، وعايز يدي ده يديله، وعايز يدي ورهان دائما على المواطن المصري ووعي الوقت. يعني الشعب المصري اللي هو عايزه ولا يكون الخبر يقرر مصيره. طبعا الخبر الجديد ان المشير عبد الفتاح السيسي استكمل النصاب القانوني بتاع الاصوات بتاع التوكيلات، حصل على لغايه دلوقتي اكثر من 25,000 توكيل. الاستاذ حمدين صباحي بيجاهد حتى الان. بس انا باخذ على الاستاذ حمدين ان هو بيتكلم كتير، والصمت لغه العظماء. خلينا نتجاوز هنا استاذ جمال، شوف ايه بعد. في المصري اليوم، بريطانيا تحقق في الانشطه الارهابيه للاخوان، مصر ترحب والتنظيم الدولي، ضغوط مصر والخليج وراء القرار، وتايمز حظر الجماعه وارد، مسؤول بريطانيا يقول حظر الجماعه فعلا غير مستبعد. يعني هذا الخبر الهام، يعني اولا دوافعه حضرتك قريتها ازاي في هذا التوقيت دلوقتي، وممكن كمان مردوده يبقى ايه، وهل ممكن دول اخرى تحدو هذا الحدو في حال بريطانيا اصلا اخذت قرار بناء على هذه التصريحات لديفيد كاميرون؟ بريطانيا طبعا احنا عارفين موقفها، واكثر من امريكا واصعب من امريكا من ثوره 3 يونيو قد وقف ضدنا. انا بقرا هذا التحقيق انه رساله واضحه للسيسي، احنا اسفين يا سيسي، انت كان عندك حق في اللي انت عملته. هذه الجماعه فعلا جماعه ارهابيه، منظمه ارهابيه. وتاني حاجه، رساله ثانيه انجلترا بتقولها، احنا بنبارك، لا نتدخل في الشان المصري، بس احنا بنبارك ترشيحك. احنا مش مستنيين يا استاذ جمال حد يبارك لنا حاجه يعني. ما انا بقول لسيادتك هي لحد انت نفضل تابعين لحد يقول لنا مبارك وما نباركش. معلش انت مش عايش لوحدك، احنا في قريه صغيره. يعني ما انت لازم برضك تاخد دعم من كل الدول. معلش يعني اذا كان مينا موحد القطرين، فعبد الفتاح السيسي موحد الاقطار العربيه كلها. هو اعتذار للسيسي وفي نفس الوقت مباركة لترشيحه، وكمان تأثيره بقى كمان على يعني حال اتخاذ الـ يعني المسؤول البريطاني يقول حظر الجماعة غير مستبعد. يعني ده هيكون ايه تبعياته على الأرض على التنظيم سواء في لندن، هو دايما بتبقى يعني دايما ملجأ للكثيرين هناك، والقضايا الأخرى والقيادات الأخرى. في قرار قريب في بعض التقارير الأمنية في انجلترا وفي بعض الدول الأوروبية، هياخدوا قرار قريب باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. طبعا الاخوان بيقولوا ده ضغط من الدول العربيه وضغط من وضغط قطر كمان مشيت اللي عندها يا استاذ جمال على بريطانيا، اديتهم انذار ان هم يمشوا. يعني ما خلاص قطر ان شاء الله بتقع، يعني ما تقلقش خير ان شاء الله. طيب نشوف من جريده الاهرام استاذ جمال خطه بعد زياره اوباما للسعوديه، خلاص قطر بتقع ان شاء الله. طيب من جريده الاهرام، خطه تحرك مصريه للتعامل مع سد النهضه، وكشف السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزاره الخارجيه المصريه ان الوزير نبيل فهمي سيلتقي مع نظيره الاثيوبي على هامش مشاركته الحاليه في اعمال القمه الاوروبيه الافريقيه الحاليه في بروكسل لكسر حاله الجمود بين البلدين والدخول في مفاوضات جاده لحل مشكله سد النهضه. حضرتك شايف ان دي وصله جديده من المراوغه، ولا هنوصل لحل حقيقي، ولا يكون في ضغط من الجانب الاوروبي والعربي على اثيوبيا، ولا شايف الموضوع ده قراءتك ليه ازاي؟ انت عايز كلمه مباشره؟ كلمه انا بكتبها كل يوم في المسا. هي اثيوبيا بتدينا كل يوم على قفانا، واحنا ما بنقولش الا حاجه واحده بس، اي. طب لحد امتى الكلمه الوحيده اللي احنا بنقولها اي؟ لحد امتى وايه الحل؟ ما فيش تحرك،
كان في تأكيد عفوا مقاطعة من مسؤول تقريبا وزير الموارد المائية انه الحل الدبلوماسي هو حلنا برضو. هل فعلا الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد؟ وايه ممكن تكون الحلول الاخرى المطروحة قدام مصر غير انه مصر والسودان الشقيقتان الكبريان، يعني غير الحقوق التاريخية لمصر في النيل وكذا بنعول عليها دايما في المفاوضات والكلام، لكن ايه غير هذه المقولات وهذا الحل الدبلوماسي للتعامل بجد مع هذه، لانه هو زي ما بنقول دايما دي قضية بقاء، هي مش فكرة بقى مصالح ولا فكرة نفوذ، فكرة قضية بقاء بالنسبة لنا. أنا بقول لسيادتك إن الموضوع ده خطر جدا، لا يحتمل الصبر، لازم ناخد موقف جدي. الموضوع أكبر من إحنا بنفكر فيه، أمريكا واقفة وراه ورقة ضغط علينا، بعض الدول الأوروبية فرنسا واقفة مع إثيوبيا، قطر بتمول على المفتوح أوبن، فالموضوع كبير جدا وفيها تغلغل الإسرائيلي الصيني أصلا تمام معروف يعني. طبعا إسرائيل عايزة مية من عندنا، فوالله إحنا ممكن برضك نتكلم إثيوبيا وعايزة تتوسط على أساس اللي إحنا ندي لها مية بعد كده، يبقى في يعني في صفقات، في موضوع كبير جدا. والدول العربية دول الخليج بتتدخل أيضا لصالح مصر، الإمارات والسعودية والكويت بتدخلوا بقوة عشان خاطر مصر. وبعدين معلش يعني الامن المائي ده، ما هو برضك لو احنا عطشنا، ما الدول العربية كل الدول حتى امريكا نفسها هتنضر، حتى اوروبا نفسها هتنضر، مصالحها في مصر هتنضر، فهي بس ورقه كده بيلعبوها. وان شاء الله يعني انا متاكد ان شاء الله في حاله نجاح المشير السيسي هيدخل في مشروع نهر الكونغو، وده بقى يعني 5 أضعاف المية اللي بتجينا من ده مطروح منذ أيام الرئيس راح السادات، سنوات طويلة مشروع إن شاء الله يبقى على يد المشير السيسي في حالة إن شاء الله نجاحه رئيسا لمصر. طيب نشوف من جريدة الأخبار. طلاب إخوان الأزهر أحرقوا سيارة عميد الزراعة السابق، أخوات القاهرة حولنا محيط الجامعة لحرب شوارع. يعني ما يحدث في الجامعات من أحداث مؤسفة، تكررت المشاهد في الفصل الدراسي الثاني، يعني على الرغم من أنه كان مفروض المنظومة الأمنية يعني عرفنا إيه اللي حيحصل ونكون نتصدى لها. تعليقك على ممارسات هؤلاء، يعني من يحسبون على الطلاب للأسف، والتعامل معهم يعني بعيدا عن العنف، هل هناك حسم في التعامل؟ هل تراه موجود على الأرض؟ ولماذا تستمر هذه وتتفجر كل شوية؟ طبعا يعني بحدة أقل عن ما سبق، ولكن موجود طبعا. الحسم والحزم لابد منهم. هل موجود؟ يعني اقول مثلا 50%، موضوع الفصل من الجامعة والكلام ده، دي موجود في جامعة الأزهر، كان في فصل 25 بالظبط كده. بس طبعا عايز اقول لك على حاجه، ان بالنسبه للطلاب دول بيدعموا من قطر، ده حاجه معروفه يعني، بيدعموا بالاموال من قطر، وكل طالب بيتفصل بياخد وعد من المنظمه الارهابيه، المنظمه الدوليه الارهابيه، انه هيشغلوه في احدى الدول العربيه، وانه هيراعوا اهله واخواته والكلام ده كله، وده بيحصل فعلا. فتلاقي داخل يعني بقلب جامد يعني، وهو عارف ايه اللي هيحصل له، هيدخلوه يعني جامعه تانية خاصه حتى لو بمئات بالاف الجنيهات، بيشوفوا له عمل في احدى الدول العربيه اللي هو زي قطر مثلا وزي تركيا والدول دي، بيراعوا اهله بالمال. اذا كيف نتعامل مع هؤلاء بقى اللي هم يعني يعني مش هاممهم فكره بقى الفصل او انه دراسي او كذا، يعني كيف التعامل بقى؟ انك بقى تجفف منبع الاموال دي، وشوف الاموال دي بتجي لهم عن طريق ايه؟ عن مكاتب عن مكاتب صرافه، عن شركات استثماريه، غسيل اموال. نشوف بقى، وانا يعني متاكد ان الاجهزه الامنيه والامن القومي والوطني شغالين قوي كويس قوي في القصه دي. طب الحل الامني هو فقط الحل يعني على الارض بقى، يعني مع هؤلاء الطلاب الحل الامني فقط ان هو يعني محاوله تحجيمهم او محاوله اردعهم او كذا ردعهم، ولا في ممكن حل اخر يعني؟ يعني انا بقول مهما اذا هم حرقوا مصر وحرقوا بعض المنشآت، ان شاء الله هم مش النار لازم تمسك فيهم هيروحوا فين؟ بس طبعا الحل الأمن